انت عن السوبر الافريقي او الدوري الافريقي اللي قالوا عليه ده، قال لك يا سيدي انه عاملين ورش وعاملين لجان وعاملين حاجات، يعني خلال ايام هيعلنوا عنه القرعه يوم 1 سبتمبر، فيها 8 انديه زي ما احنا عارفين، فيها الاهلي بالترتيب بتاع التصنيف، الاهلي متصدر، الثاني الوداد، الثالث الترجي، الرابع سان داونز، دول الاربعه الكبار. في التصنيف الثاني عندك مازيمبي الكونغولي، بيترو اتلتيكو الانجولي، سيمبا التنزاني، انيامبا النيجيري. وقالوا انه البطوله هتتلعب من خلاص رسمي الكلام اللي بقوله ده من 20 اكتوبر، كنا بنقعد نقوله على اعتبار ان هي كانت تكهنات، مش تكهنات يعني مواعيد مبدئيه، دلوقتي خلاص بقت مواعيد نهائيه من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر، وان في كلام ان مباراه الافتتاح هتبقى في تنزانيا. يعني افرض الاهلي، وعلى فكره المباراه بتاع هتبدا من دور الثمانيه، كل فريق من الاربعه الكبار هيلعب فريق من الاربعه اللي في التصنيف الثاني. يعني الاهلي مثلا ناخده مثال، يلعب مازيمبي او بترو اتلتيكو او سيمبا او انيامبا. اذا اعتبروا القرعه قالت ان ماتش الافتتاح الاهلي وسيمبا مثلا او انيامبا او مازيمبي او مع بترو اتلتيكو، تمام، هتبقى مباراه الذهاب خارج ارضه ومباراة العودة على أرضه في دور الثمانية، كل الليبرال وان أو التصنيف الأول وماتش العودة على أرضه. إذا اعتبروا مباراة الأهلي الافتتاح هي الافتتاح يعني هتتلعب في تنزانيا، في كلام إن مباراة الافتتاح بتاعة البطولة دي تتلعب في تنزانيا، والأهلي كمان مش محظوظ بس، هيبقى محظوظ ولابس 30 حظاظة، يعني يلعب في دور الثمانية مع فريق تصنيف تاني وكمان يعتبروه مباراة افتتاح، وكمان تبقى مش على أرض الفريق التاني كمان. يعني بص بقى لما ايه تكتب لك يا ايه يا لمبي. اه والله يعني شوف، في كلام ان مباراة الافتتاح، في فكرة اللجنة المنظمة، على فكرة إدارة المسابقة دي للدوري السوبر الافريقي او الدوري الافريقي دي بتقوم بيها شركة راعية مع الاتحاد الافريقي، فكل حاجة بيعملوها ليها هدف تسويقي، كل حاجة بتتعمل فيها هدف تسويق. البطل في البطولة دي بيلعب 6 ماتشات يبقى بطل، 2 دور 8، 2 سيمي فاينل، 2 فاينل يبقى بطل، ياخد 6 مليون دولار، وتقعد تهرس في دورة بطل افريقيا عشان تاخد في الاخر 4 مليون دولار. كل عدد ماتشات البطولة دي 14 مباراة، كلها على بعضها كده ما تغربلهم كلهم 14 مباراة، لكن جوائزها ضخمة جدا. في كلام ان القرعه بتاعته 1 سبتمبر هتتعمل في العاصمه كيجالي، العاصمه الروانديه، لان رواندا وفق برضو الاتفاق في البطوله والمنظمين هتكون هي المقر الرئيسي لاداره هذه البطوله. لكن القرعه فين؟ الكلام انه ممكن تبقى في رواندا، لكن المقر الرئيسي لاداره البطوله في رواندا في كيجالي، مرجح تتعمل في رواندا، لكن حتى الان لم يتم الاتفاق النهائي على ذلك. حاج عامر حسين قاعد نفسه الكلام ده يروح له في جواب، لانه خد بالك الاهلي ممكن تكتشف ان الدوري يبدا ولغايه شهر 11 لعب ماتشين مثلا في الدوري، لانه من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر عنده دوري الافريقي ده، واذا كمل فيه وفق المتوقع لغايه الفاينل عندك 6 ماتشات في 22 يوم، فلا يمكن هتلعب ماتش محلي في النص، هتقعد 22 23 24 يوم، وقبليها كمان هتاخد لك 3 4 ايام عشان انت مسافر بره في الماتش الاولاني، فانت هتقعد لك 26 27 يوم ما تشاركش في اي ماتش محلي عشان خاطر البطوله دي. الاتحاد الافريقي هيلعب الاتحادات المحليه ان الانديه دي ما تلعبش اي مباراه محليه في هذا الوقت، واذا جيت تحسب 6 مباريات على 25 يوم، يعني بين كل ماتش وماتش 4 ايام وفي سفريات وفي حاجات، فدي يعني فتره قليله جدا، لكن هيبقى لها تاثير على النظام او التنظيم بتاع مسابقه الدوري او البطولات بتاعتنا او المسابقات بتاعتنا. هرجع تاني للاخبار، كريم نيدفت جاي له عروض كثيره جدا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. محمد شبانه بيتكلم على الدوري الافريقي اللي هيعمله الاتحاد الافريقي اللي مكون من 8 فرق، زي ما شرح لنا محمد شبانه الاتحاد الافريقي مدلع الاهلي. الاتحاد الافريقي عايز البطوله جديده اسمها الدوري الافريقي، وبيسوق
المنتج بتاعه كما أن ينبغي، سواء المنتج بوجود الأهلي المصري كحامل اللقب دوري أبطال أفريقيا في مباراة الافتتاح. هيلاعب تصنيف تاني، المباراة الافتتاح هتبقى في تنزانيا، وجود الأهلي في مباراة الافتتاح خير دليل على التسويق الأمثل لبطولة بحجم الدوري الأفريقي، بطولة خفيفة لذيذة دمها خفيف مكاسبها بالستة مليون دولار. زي محمد شبنة ما قالك، قالك تقعد تنهر وترحر في قلبك وتجري في دوري أبطال أفريقيا وذهاب وعودة ومصاريف وطيران، وفي الآخر تاخد 4 مليون دولار وفي أقل من 21 يوم بطولة بست مباريات بستة مليون دولار. ليه بنقول ست مباريات؟ الأهلي هيبدأ دور الثمانية مع الفرق التصنيف الثاني، دور الثمانية مباراتين قبل النهائي مباراتين، والفاينل كمان مباراتين ذهاب وعودة. ودايما وجود الأهلي على الساحة الأفريقية دايما مميز، دايما بيدي أي بطولة حجم كبير، ومش هننسى شعار التوانسة والمغاربة وكل أفريقيا شمالا وجنوبا قالوا قولا واحدا، لولا وجود الأهلي في أفريقيا لكان لتونس شأن كبير، لولا الأهلي في أفريقيا لكان أندية المغرب لها شأن كبير. واضح أن الأهلي عمهم وحابس دمهم نادي التعادل الأفريقي تحت قيادة الدوري الأفريقي، يدلع الأهلي في قرعة استثنائية زي ما قال محمد شبانة من 1-9. إن شاء الله هنبدأ نعرف الأهلي هيلاعب مين في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ودايما مع بعضينا في كل جديد. تحياتي أحمد الخواجة.